في هذه الحلقة التاريخية نعم بمناسبة رحيل الزعيم إسماعيل أزهري قبل 50 عاما. نعم يناير 1956 وبإجماع شعبي رائع ذو قطع نظير وحماس وطني دافق دقت القلوب دقات سريعة وأرهفت الأحاسيس وجاءت اللحظة التاريخية الحاسمة الرائعة. ومن هذا المكان أنزلنا علمي الحكم الثنائي ورفعنا علم السودان المثلث الألوان. يعلن بداية التحرر والانعتاق ويرمز لاستقلال حر نظيف تمتد قامته الفرعاء بعزة ورفعة وفخر ويرتكز أساسا على سواعد أبناء هذا الشعب. استقلال يعبر عن إرادتهم القوية وتحميه وتذود عنه نفوسهم الأبية. استقلال غير مشروط بقواعد عسكرية أو مربوط بأحلام أو داخل في رابطة شعوب، ولكنه إرادة شعب تحققت وانطلاقة مارد حطم الأغلال بقوة ساعديه وميلاد أمة لها فكر ينبع من ضميرها وفلسفة ترتبط بماضيها وحاضرها وتخطيط كفيل بتحقيق أمانيها العذاب وطريق واضح جدير. طبعا شخصية الزعيم إسماعيل أزهري يعني أظن لو تحدثنا عن الملامح الأولى يمكن تحتاج لحلقات، فلذلك أنا لما أعديت هذا الكتاب رجال إسماعيل أزهري أسرار الزعامة كان استغرق 4 سنوات طبعا بواسطة جامعة الزعيم إسماعيل أزهري، وكان مفروض يكون في معرض المسلسلات التلفزيونية، ويبدو أنه يعني أخفقنا في الجانب دي، ولكن على النطاق الواسع وصل حتى مكتبة الكونغرس الأمريكية بالمناسبة، لأنه البحث في هذا المجال كان نادر في السودان وشحيح، وأعتقد أنه جزء من هذا الإخفاق سببه الحكومات المتعاقبة سواء كانت مدنية أو شمولية، والشمولية تتحمل الخطأ الأكبر لأنها أرادت طمس هذا التاريخ بكل ما يحمل من وجدان الأمة من تضحيات ومن بذل ومن عطاء. مثلا يا أستاذة أنه حتى اسم الطريق إسماعيل الأزهري يعني ده تم بتكليف من لجنة قومية سنة 88، معلش هطلع لك شوية، وأنا كنت شخصيا المشرف على تنفيذه، وكان الوقت الحاكم الوالي في الديمقراطية الثانية سنة 88. لولا كده لولا اللجنة القومية دي أصرت عشان يسمى هذا الشارع من درمان حتى بحري لكان اسم الزعيم لا السيدي لا يذكر. فدي من الإخفاقات الحاصلة من الاستقلال الليلة، أنه رموزنا بالكوم على شتى المراحل يعني، وعلى حتى الأصناف يعني الفنية والكروية والموسيقية والأدبية، يعني قامات زي مثلا من شعراء وأدباء يعني كثير كثير، يعني أخفقنا إخفاق كبير جدا جدا بهذه التجربة. يعني تجد أنا زرت سوريا، تجد مجرد يعني عازف كمان أول عازف كمان تصور 1886
سمي عليه شارع رئيسي. فلذلك آمل أن مثل هذه الحلقات تكرر وتكون القنوات الأخرى هي شبيهة لكم مثل هذا. إن شاء الله. طبعا هو شخصيته كانت فريدة. أول شيء طبعا نشأ من بيت ديني، وبحسن حظه أبوه أساسا أستاذ، وجده أساسا كان قاضي شرعي ووصل لحد مفتي الديار. هو اللي أهله إلى أنه وصل لكلية غردون، وفي كلية غردون طبعا سبق جيله، كان مفروض يتم حتى المرحلة الرابعة، سنة رابعة الثانوي، وكانت وقتها المديرية الشمالية هو اللي هو الإقليم الشمالي كله في مدرسة واحدة وسطى اللي هي زي الليلة زي التامنة. فطلبوا منه أن يتخطى هذه الرابعة ويعتبروه يدوه شهادة أنه رابعة ويكون مدرس للرياضيات في هذه المدرسة. دي جزء من النبوغ، وأنا ما عايز أرجع لورا كثير لأنه كان معروف لدى الناس كثير منهم. نعم. أيضا من النبوغ، وقبل كده طبعا أنه سنة 19 هو مشى مع وفد السودان لتهنئة الملك على في الانتصار في الحرب العالمية، وفد من مجلس السودان كان بتاع الروح في كل الدول التي استعمرتها بريطانيا لأنها كانت لا تغيب عنها الشمس، فمشى مترجم حسب عمره 13 سنة. وفي أثناء الترجمة كان رئيس الوفد السيد علي المرغني زعيم الطريقة الخطمية وقتها، وكان يمثل طبعا زعيم السودان بحكم أنه هو رئيس الوفد دي. فلما رجع قال لجده أنه هذا الشاب سيكون له شأن آخر وهو إن 19 ربيع. بعد ذلك طبعا هو لم جاء رجعوه غردون، كان في بعثات بريطانيا كانت تمنع الابتعاث إلى مصر لأنها كانت تظن أن أي تقارب إلى مصر معناها هي وحدة وادي النيل. وحدة وادي النيل تعني يعني بصراحة المد الإسلامي كان يزعج الاستعمار بصورة شديدة جدا، وكان الواضح جدا جدا أن التركية لمن جات بدت هي بسك حديد وعملت سك حديد عريض. كيتشنر لمن جاء ضيق سك حديد بينه وبين مصر حتى لا يكون هذا العرض امتداد لأثيوبيا لأريتريا لتشاد لأفريقيا الوسطى وهكذا. وطبعا كما تعرفون جميعا أن سك حديد هي أرخص وسائل النقل لكل العالم، يعني حتى معروف أنه حتى لما اتعمل طريق برشلونة الخرطوم بعض المخططين نظروا أنه خطأ لأنه الخرطوم برشلونة الخرطوم كان بيرحل بسكة حديد 16 برميل جزلين، قصاده هنا بالهايويز 160 برميل جزلين. يعني الخطة اللي افترض لو الديمقراطية مشت ورسخت مشى لكانت سكة حديد في سمعتها تضاهي أي دولة عظمى في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط. المهم نحن نصل لهذه الإيحاءات في أنه بعد ذلك أنه مشى في بعثة لبيروت. في بعثة بيروت لاحظ أنه الناس بتجتمع في مناظرات، ولكن في الميتنج ما كان بيكون في تسجيل، فاقترح عليهم أنه تكون هذه جمعية، فاقترحوا عليه أن يكون هو أول رئيس لها. فابتدأ يوقن تماما أنه طبعا الشوام كانوا يأخذون بالحضارة الفرنسية، وكانت هي أكثر عمقا وقتها من الحضارة الإنجليزية باعتبارها أنها كانت ذات تاريخ عريض، يعني من خلال ثوراتها ومن خلال إنجازاتها في كل المنطقة خاصة المغربية والأفريقية. نعم. فلما جاء السودان طوال تخرج بكالوريوس عدى كتاب اسمه الطريق إلى البرلمان. الكتاب ده بيعني شنو؟ بيعني يا شعب الآن جاء وقت وعيك، وأنه الآن يجب أن تنتظموا في شكل خلايا تحتية تبدأ من فرد للجنة لجمعية عمومية وهكذا. وابتدى يعلم كلية غردون الطلب لأول مرة كما حاليك حكى لي عليه رحمة الله تعالى الأستاذ مصطفى أبو شرف والمرحوم عليه رحمة الله تعالى محمود الفضلي، أول جمعية عمومية لطلاب غردون سنة 31 كانت تحت إصراره، الإدارة رفضت لكن تحت إصراره قامت، وكان موضوع بين النسر والشعر. النسر كان الشاعر يوسف مصطفى التنيه،
والشعر محمد احمد محجوب. وكانت مسافقه قالوا كانت حافله بالفرحه لاول مره تحصل كده عنه، لانها قبلها قامت اول جمعيه عموميه وقامت لجنه تنفيذيه وقام سكرتير يقدم هؤلاء الاثنين ما عرفوها وقتها هذه الادبيات ما كانت موجوده في السودان حتى سنه 31. وكان أن الناس ما عارفين علاقه محجوب بازهري، وكان واحد من طلابه، وكان انتصر محجوب على مصطفى الثاني صاحب الشعر المعروف طبعا. نعم. ده جزء من سلوكه. ايضا جزء من سلوكه اللي حاول انه نادي الخريجين لمن جاء لقى انه الناس متفرقين وانه ما بيجوا الا يعني الناس الاحياء القريبه، فاثر من يطلع من الكوريه يقعد فيه لحد الساعه 10 بالليل، ومن هنا ابتدى يخلق شعبيه. طبعا اي خريج يجي من غردون، اي متعلم يجي من 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 من, من, من القرى من من المدن الاخرى بقى على اتصال بهم. دي جزء من كاريزمته انه حقق هدف. نعم. في انه في قياده نادي الخريجين في المدرمان. نعم. هو طبعا المؤتمر نفسه، المؤتمر الخريجين ذاته هو كان مؤتمر يعني بيحط على هذه الاحتفالات عيد الهجره، يعني بعض الشعر معليش محافظه يعني انا اقول يعني هنا يا صاحب القران نظره مشفق الدهر خان وحلت الباساء. ده جزء صالح عبد القادر اسماعيل لازم يكون واقف والشعر واقفين يا صاحب القران، ده في عيد المولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يا صاحب القران نظره مشفق الدهر خان وحلت الباساء عطفا على الاسلام ان شعوبه اجتيحت وقد لعبت بها الاعداء. يا امه هدم الزمان حقوقها كم نبهت بعزك الحكماء، ما نلت من احداث دهرك راحه ومن الحوادث راحه وعناء، حظ الممالك والشعوب تقدم لكن حظك شده وعناء، نمتم وما نام الزمان وان من طلب العلا ما لزه الاخفاء. نفس الدور ده الان كانه يحكي عما هو يجيش الان في العالم العربي من مشاكل، لانه هذا العالم غدر به، العالم العربي بالذات غدر به، ويريدون ان يستضعف من خلال يعني حتى هذه الثوره المجيده، هذه الثوره المجيده هي ثوره ليس فيها عرق ولا فيها لون. صح. وليس فيها حتى الذين يتطلعون لوزاره، وليس فيها حتى الذين يتطلعون القياده، الشباب ضحى من اجل شيء واحد هو السودان اولا واخيرا. كذلك جيل الازهري، جيل الازهري كان يعني يسر الخير غير معرفة، لذلك ربط يعني كثير من المعاني، يعني نديمي من سلاف الخمر هذه وشنفني بذكر الباقيات الصالحات، فليس يعني كلام يعني بقال ما انا ما نسيت الكلام، نديمي من سلاف الخمر هذه وشنفني بذكر الباقيات الصالحات، والله ما عليش نسيت ولا يهمك. المهم يعني عدة شعراء في الأدب، يعني حتى والدنا وما الإسلام رقعات تؤدى وحج ثم صوم ثم بر، ولكن فوق ذلك فهو دين به يحلو الجهاد المستمر، جهاد الفرد كي يحيا كريما وإلا فليضم الجسم قبره. يا سلام. دي كانت معاني يعني 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 كبيرة. التجاني يوسف بشير ألقى برضو قصائد في هذه المعنى، وصالح عبد القادر كثير، فلذلك حتى معليش برضو ما دام أنت ذكرتي. طيب. أنه ربط هذه يعني فعايزك برضو شوفي ده من معاني الأدخال الزعيم الإسماعيل الزهري. شوف الحج ده من الأسماء بالله لو سمحت أقريه. أيوة. أحمد سليمان المحامي هو. نعم. واحد من اللي بعث إسماعيل الزهري لمصر. برضو من الأسماء الموجودة الطيب إبراهيم محمد، أحمد زين العابدين، أحمد حسن آدم، بروفيسور أحمد حسن آدم، دي كلها حامد عبد الحليم، كل أسماء موجودة. أحمد الطيب بابكر. نعم. مهندس ده